شايفين شكل الحشو فيها يعني ازاي، يلا تابعوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بصحة وخير، وحشيني جدا. عاملين ايه؟ انا منال، لاول مرة اشوف قناتي، بعمل معاكم اكلات صحية واكلات على نظام الكيتو. تابعوا معايا الفيديو، ولو عجبكم الفيديو يا ريت، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وعلى كلمة قول او كل عشان يوصلكم كل جديد، واللايك والشير لكل حبايبنا. النهارده هنعمل مع بعض نوع من المعجنات او شبيهه شويه بالسمبوسك بطريقه سهله جدا، ومكوناتنا مكونات نظامنا نظام الكيتو. هيكون معايا انا كوبايه وربع من دقيق اللوز، جوز الهند، اللي حابب يشتغل بدقيق اللوز تمام، اللي حابب يقسم الكوبايه وربع بين دقيق اللوز ودقيق جوز الهند تمام. هحتاج معايا معلقه صغيره من بيكنج باودر، بيضايه، 3 معالق ميه، ومعلقه صغيره من صمغ الزنسان. صبغ الزنسان دوت من صفحة فود كوم، هسيب لكم لينك الصفحة في صندوق الوصف. حلو جدا، وبيخلي العجينة تبقى معايا سلسة كده ومتماسكة، وتبقى سهلة في الفرد. انا هنا عشان هشتغل بدقيق جوز الهند، فعشان اغير طعمه، عشان ناس كتيرة بتحس ان طعم دقيق جوز الهند شوية بيبقى مش مستساغ شوية ومش محبوب، فهضيف زعتر. انا بحب الزعتر جدا مع دقيق جوز الهند، بيغير النكهة بتاعته خالص. بالنسبة للحشو، هنا هنعمل حشو عبارة عن زي ما احنا شايفين جزر، هنا نص جزرة صغيرة مبشورة، وكرنب برضك متقطع قطع صغيرة كده، وحوالي 100 جرام من اللحمة المفرومة. هنبدأ مع بعض الأول أجهز الحشوة، عشان عقبال ما الحشوة تبرد نجهز العجينة ونفرد على طول ونحشي الحشو. هنبدأ مع بعض دلوقتي نجهز الحشوة. هاخد كيوب من الزبدة وهبتدي انزل عليه اللحمة المفرومة بالشكل ده. اللحمة المفرومة دي طبعا حسب الكمية اللي انت عايزاها، انا هنا عاملة حوالي 100 جرام، كمية صغيرة جدا، حوالي 4 معالق او 5 معالق من اللحمة المفرومة. يفضل اللحمة المفرومة يكون فيها نسبة دسم او دهن كده. هقلبها بس يا دوبك شوية زي ما احنا شايفين، اول ما اللحمة ابتدت تدبل كده وتستوي هبتدي اضيف زي ما قلنا شرايح من الكروم والجزر، نص جزرة صغيرة وشرايح من الكروم بكمية برضه معقولة كده، وهبتدي اقلب لحد ما تدبل المكونات كده مع بعض. هبتدي اضيف ملح وفلفل اسود، هقلب المكونات مع بعض كويس جدا. اللي حابب يجيب بقى اي توابل تانية، عايز يجيب جنزبيل، عايز يجيب بهارات لحمة، مفيش مشاكل. هقلبها بس شوية لحد ما تدبل، وبعد كده هنسيبها على جنب عشان تهدى شوية عقبال ما نجهز مع بعض العجينة. زي ما احنا شايفين بالشكل دوت كده الحشوة معايا جهزت خالص. هسيبها بقى على جنب لحد ما تبرد ونبدأ مع بعض العجينة. هنبدأ نجهز العجينة زي ما قلنا، كوباية وربع من دقيق جوز الهند، هاخد عليهم معلقة البيكنج باودر، وهاخد رشة ملح رشة صغيرة، وهحتاج هنا معايا معلقة من صمغ الزنسان، معلقة واحدة، معلقة صغيرة اهي بالشكل ده، وكمان هضيف الزعتر كمية حلوة كده عشان تديله نكهة حلوة، وهقلب المكونات دي كلها مع بعض، مكونات الجافة بالشكل ده. العجينة دي حلوة ان هي ولا فيها اجبان ولا حاجة كده. هبتدي اخد البيضة هضيف حوالي معلقة صغيرة من الخل، الخل حلو جدا كمحسن وفي نفس الوقت
بيضيع خالص زفارة البيض. وهبتدي اقلب، وهنزل بالثلاث معالق من المية، هبتدي اقلب العجينة. ممكن العجينة دي نحضرها في محضرة الطعام تمام، او بالمعلقة كده السباتشولا هنقلبها مع بعض وهتتلم معايا كويس جدا بالشكل ده. هفضل اقلب بالشكل ده، هبتدي اعجنها بقى بايدي والمها كلها. لحد ما تدي معايا شكل العجينة. زي ما احنا شايفين العجينة معايا بتتلم بالشكل ده. صبغ الإنسان حلو جدا، لانه بيعمل في دي جوز الهند كمادة ربط كده زي اكنها جلوتين، فبتخلي العجينة معايا تبقى حلوة جدا بالشكل ده. العجينة معايا زي ما احنا شايفين اتلمت. هبتدي افردها طبعا بين اكياس صحية اهي، زي ما احنا شايفين هبتدي افرد كيس من الاكياس الصحية وهدهنه بس بقليل من ادي كده يعني الكيس، بصوا بقليل من الزيت. ليه زيت الزيتون؟ لان الزيت ده بيساعد معايا ان العجينه تتفرد بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ادي العجينه اهي، وفي نفس الوقت كمان بتريحني اكتر في الفرد. وبنفس الزيت دوت بدهن الكيس اللي انا هفرده على العجينه من فوق، وببتدي اساوي الكيس وافرد بين كيسين بالشكل ده بالنشابة او بايدي. انا عايزة سمكها تكون رفيعة بالشكل دوت وبالراحة عشان العجينة ما تتفتتش مني. هبتدي افرد وبستمر في الفرد بالشكل ده. بالشكل دوت انا فردتها بسمك رفيع جدا، شايفين حوالي 1 سنتي اهو، وسويتها. هبتدي بقى اشيل الكيس بالشكل ده، وهبتدي اخد السكينة. انا هقطعها على شكل مربعات، يعني احاول ان انا اعملها كده اهي. والباقي دوت هبتدي افرده تاني اهي. زي ما احنا شايفين هبتدي بقى اجيب الحشو، باخد معلقة من الحشو بعد ما بارد طبعا لازم اسيبه يبرد، وابتدي احطه كده. هنا بقى بشيل الارزاق ديت وابتدي افرده المه بالشكل ده زي ما احنا شايفين، وهبتدي الفه واقفل على الحشو كويس جدا اهي، شايفين. نعمل واحدة كمان مع بعض، حاول بس ان انا افردها عشان ما تبقاش تقيلة اهي. وابتدي اقفل بس من الاجناب كده عليها عشان ما يطلعش منها الحشو اهي. وابتدي الف واضغط، الف واضغط بالشكل ده كده، واقفلها من الاجناب. زي ما احنا شايفين ادي شكل المعجنات بعد ما لفيت كل الكمية. اهم حاجة نقفل عليها كويس جدا، وهنبتدي ندخلها الفرن. زي ما احنا شايفين كده حبايبي ادي شكل المخبوزات او المعجنات اللي عملناها مع بعض بطريقة سهلة جدا، وطعمها هيعجبكم جدا. خدت في الفرن حوالي 15 دقيقة، ولعت الشواية حاجة بسيطة بس عشان الوش يحمر، وهحط جنبها ده كاتشب على طريقتنا نظام الكيتو. لو حابين اعمله لكم اكتبوا لي في التعليقات وانا اعمله لكم. وهاخد بقى واحدة كده
زي ما احنا شايفين. بصوا عايزة اوريكم بقى طعمها، شايفين؟ شايفين الحشو زي ما احنا شايفين، طعمها حلو جدا. اتمنى الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولأول مرة يشوف قناتي ياريت تشترك في القناة ويفعل الجرس على كلمة قول او كل عشان يوصل له كل جديد، وما تنسونيش في اللايك والشير لكل حبايبنا واصحابنا، واللايك مهم جدا عشان الفيديو يترفع وعشان يلا ربنا يسهل، عايزين القناة تكمل 100,000 بيكم وليكم، واشوفكم بألف خير وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.